ما وصل إلى مستشفيات وزارة الصحة حسب الإعلان اللي تم من وزارة الصحة إلى الآن حوالي 12 شهيدا، وهناك أكثر من 15 إلى 20 إصابة لحتى الآن، ومازال العدوان مستمر على قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة كبيرة فجر اليوم باستهدافه للبيوت الآمنة والعمارات السكنية وقتله لشهداء من أطفال ونساء وشيوخ، واستهداف لقيادات المقاومة. شعبنا الفلسطيني ومقاومته سيردون على هذه الجريمة بما يوازيها، والاحتلال يتوهم أنه يمكن أن يوقف المد المقاوم لشعبنا الفلسطيني من هذه الدماء وهذه الجرائم.